السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم الرسم والنقوش مع كريمة وقوش. النهارده هنرسم ايه؟ هنرسم الطبلية. في ظل الظروف الحظر اللي احنا قاعدين فيها والولاد كلهم مأجزين، فاحنا قررنا نعمل حاجة هتجمعنا كلنا، هي دايما بتجمعنا كلنا، وحتى في الجهاز بتاعي طلبت من بابا ان هو لازم يوصي النجار يعمل لي طبلية، يعني عشان انا بحب القعدة واللمة بتاعتها قوي. فالطبلية بتاعتنا اهي، هي صغننه ومحددة على قدنا، بس ان شاء الله هنجتمع كلنا زي ما بنجتمع وناكل عليها، فاحنا هنجتمع وهنرسمها انا والولاد ان شاء الله. فخليكم معانا وشوفوا احنا هنعمل ايه. اول حاجه طبعا احنا صنفرناها واديناها وش بطانه، طبعا اشتركوا فيه عشان خاطر برضو يتعلموا ازاي اساس الشغل بتاعهم، وهننزل عليها التصميم بتاعنا ونقعد نلونها سوا. يلا خليكم معانا اهي. طبعا احنا واخدين كل الاحتياطات الامنيه وحاطين شمع وحاطين كمان الورق الجرايد تحتها عشان خاطر ايه ما نبهدلش الدنيا واحنا شغالين، وارد ان يحصل اي حاجه، وارد ان يقع الوان، فاحنا ايه بنجهز ونامن نفسنا كويس. ايه كده الاول هتاخد طبقه من البلاستيك الابيض، وبعد كده هنبدا نلون عليها برضو بالوان ملونات طبعا على بلاستيك ابيض، ونشوف ان شاء الله احنا هنطلع ايه. يوسف اهو بيبطن لنا البلاستيك، نديها الوش الاولاني كده. استغلال بقى اجازة وحظر، استغل يوسف. هي لسه فيها كتير. برافو شاطر يا يوسف. دي مش مهمة قوي يعني.
ابعد شوي. تسيب لي دول؟ خلاص ماشي، شكرا يا ولد. اهي خدت البطانه البيضه، ودلوقتي نقعد نعمل لها التصميم بتاعها، وان شاء الله تشوفوه هو بيترسم. احنا دلوقتي بقى هنتنقل من المرسم للليفنج عشان نقعد كلنا نلون فيه هناك واحنا قاعدين مع بعض. طب خلاص احنا هنا نقلنا اهو وهنبدا نشتغل. تعالوا شوفوا معانا بقى احنا هنعمل ايه. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. يقاتلون في سبيل الله والذين يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ما تسيبيش بس حتة بيت. نعم جميل يا ستي الحتة دي بس بتاعتي. شوفي بس أي حتة بيضة. أول ورقة دي عايزة تتعاد عليها. واستغفر الله
امسك ولا مش محتاجه الفرشة اللي معاك تعمل وعندك فرشة قصيرة عايز اديك لون بنفسجي لا ما تدوس كده على ما تدوس لا بس مش مرة واحدة نعسل يا ويزو مرحبا حبيبي انا من الحته دي ادي التوضية بتاعتنا بعد ما خلصت
بس لسه هتاخد وش ورنيش الحماية او وشين. اتمنى تكون عجبتكم يا رب، واتمنى انتوا كمان تشغلوا وقتكم وتشغلوا الاولاد معانا. دي الطبلية بتاعتنا اهي بعد ما خدت الورنيش، شايفين ما شاء الله يعني بقت تلمع كده واللون بقى ازهى. طبعا ده هيحافظ عليها من الميه ان الالوان ما تطلعش او ما تتاثرش. واخده طبقه زجاجيه لامعه وناعمه جدا. اتمنى تعملوا تجربتنا وتشوفوا كده ان شاء الله هتطلعوا ايه، ويا ريت تشاركونا في التعليقات بالنتائج اللي انتم بتطلعوها. اشوفكم على خير.